كيرانو، لكن يعني منذ قدوم هذا اللاعب الأرجنتيني استفاد منه اعتقد، يعني إصابة بيكي، التقدم الى الامام وكرة خطيرة في الجول، جول غرناطة يسجل الهدف الاول في المباراة، غرناطة يفاجئ برشلونة ويسجل في مرمى الهدف الاول، العربي الجزائري ياسين ابراهيمي يسجل الهدف الاول، وبالتالي ينشر الفرح في المدرجات، ومرة اخرى الحزن يخيم على لاعبي برشلونة، مع ان بدري، مع ان بدري، لكن الدولي الجزائري ياسين ابراهيمي ينشر الفرح ويسجل الهدف الاول. شوف الاولى، شوف الاولى، ولاحظ الثانيه البينيه، ولاحظ ولاحظ التقدم، وبالتالي من مونتويا المدافع الشاب حاول انه يغطي، لكن ابراهيمي حافظ على كورته وتقدم وانفرد ب